بعد انفصالهما أصبحا أصدقاء. الفنان جلال شموط شاهد زوجته السابقة فنانة مشهورة وابنتيه الجميلات. جلال شموط ولد في مدينة حمص في سوريا بتاريخ 20 مارس في العام 70. حياته الفنية بدأها أكاديميا في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ليكمل مشوار دراسته الفنية في فرنسا، ثم يعود ليجسد كل ألوان الشخصيات الفنية وأنواعها. في العام 93 انتسب إلى نقابة الفنانين، وقد بدأ حياته الفنية في منتصف التسعينيات، فشارك في عدة أعمال مثل مسلسل الإخوة، وذلك في العام 94. تزوج من الممثلة نضلي الرواس بعد أن جمعتهما الدراسة سويا في معهد الفنون المسرحية. رزق منها بطفلتين هما تيا وليا، لكنهما انفصلا في العام 2015 مع استمرار الود والصداقة بينهما. وطليقته نزلي الرواس هي ممثلة سورية مواليد دمشق في العام 80. درست الفنانة نزلي الرواس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل. قام بتدريسها الفنان جلال شموط وتعرفت عليه في المعهد العالي للفنون المسرحية. امتازت الفنانة نزل الرواس بجمالها وطلتها، كما أنها اشتهرت في أداء الأدوار المختلفة، فمن أدوارها قامت بتجسيد دور الدكتورة سوزان في مسلسل مطلوب رجال. قامت أيضا بدور ميرفت المرأة المغرورة المكسورة من قبل زوجها، وذلك في مسلسل بنات العيلة. وأيضا دورها سلمى في مسلسل جلسات نسائية وغيرها من الأدوار. وعلى الرغم من انفصال نزلي عن زوجها جلال منذ مدة، إلا أنهما لا زالا يرتبطان بعلاقة صداقة قوية تجمعهما بالإضافة إلى ابنتيهما. وكانت قد أفصحت النجمة نزل الرواس عن سبب طلاقها، مؤكدة أن ظروف الحياة هي السبب، رافضة كشف تفاصيل إضافية عن السبب، ومفضل أن يبقى الموضوع في إطار شخصي وبعيدا عن تناول الإعلام. وعن قولها قبل فترة من طلاقها وخلال حدوث أكثر من حالة طلاق بين فنانة وفنان، حيث قالت حينها أن علاقتها بجلال مختلفة ومن المستبعد أن ينفصلا في المستقبل. وأضافت نزلي: نعم قلت ذلك، ولكن ظروف الحياة تتغير وحتى المفاهيم تتغير، وبالتالي الانفصال أمر طبيعي على حد قولها. ولفتت نزلي خلال حوار سابق لها إلى أنها لا تفكر بالزواج حاليا، بل إنها متفرغة لعملها وللعناية بابنتيها، مؤكدة أنها وطليقها جلال شموط صديقان.
الفنان جلال شموط يعتبر ممثل سوري قدير، ويعد واحد من أبرز نجوم الدراما السورية. يتميز بقدرته على أداء مختلف الأدوار بحرفية كبيرة، ويحظى بشعبية كبيرة داخل وخارج الوسط الفني. ويعد الفنان جلال شموط من أبرز النجوم الذين أطلوا على الشاشة الصغيرة باستمرار، وذلك منذ منتصف التسعينات وحتى الآن. يتميز بخفة دمه وحبه لعمله وروحه المرحة، الأمر الذي جعله محبوبا بين زملائه الفنانين. يعد دوره في مسلسل الفصول الأربعة، بالإضافة إلى دوره في مسلسل عصر الجنون ودوره في قناديل العشاق، من أبرز الأدوار التي لعبها خلال مسيرته. عمل جلال مدربا في برنامج أرب كاستنج، حيث كان مدربا في الجزء الأول ولم يشارك في الجزء الثاني. أقول عن تجربته في العمل في برنامج أرب كاستنج أن مشكلة تلك البرامج بشكل عام أنها تعتمد على تحويل الحلم عند بعض الأشخاص إلى حالة من الترفيه. ويضيف حيث يدخل المشترك لتحقيق حلمه فيتحول إلى مادة مسلية للمشاهد، وهنا تكمن قساوة الموضوع بأن يتحول الحلم إلى الاستهلاك. الفنان جلال شموط لا يهمه مع من تعيش ابنتيه، سواء هو أو طليقته، فهو عمليا يعيش معهم لأنه يراهما يوميا ويتواصل معهم، وأي أمر تحتاجان إليه يتوافر لهما بالطبع بحدود المنطق، وإن فكرة مع من هما موجودان فليست واردة ولا مطروحة لديه ولا لزوجته السابقة.